فرد الريجل تهوى باي سان شباب شوي القانون هنا لانه القانون مات الاي اف سي صعب يا اند تريد يا كوميك فور ايراك سي بيرسون ذات فان فير فان دانسا هير كومن يقول انا يعني دا صرح لانه جايين انتم من العراق وهذا السبب صرح ريسبكت فور يولي مار موتو بيل فور ذا ريجلز ذيز ار رولز رولز يقول انا دا صرح احتراما لكم لانه جايين انتم مسافرين ويانا وجايين بس القانون قانون يعني شو غيابات نو كويستشن فيري هيل بلانك لايك فيست رايت فور اونس لعبه كلش مهمه لنا سوفيت يولي الالمان ايم فان ذا لاست كانت هاي اللعبه كلش مهمه مثل انتم تعرفون ويمكن اخر فرصه لنا ممكن يعني نلعب على المركز باي ميس توت نيو تو فير بازي سبيرس احنا يعني عندنا اربع لواعب اساسيين ما راح يلعبون ايران اولسو ايران هم عندهم نفس المشاكل باي فيت نيت وان اف اون تيست بات كان برينج ما يعرف شنو الفحص سويناه اليوم الصبح النتائج راح تجي اليوم بالليل بوزيتيف بوزيتيف انكستمت اند هوب فور جود ريزلت ان شاء الله نكون ايجابيين وان شاء الله انه توفق باكر ان شاء الله يلا مع السلامه شباب